شغلت التنة. تفضل استاذ. تفضل ان شاء الله. سبحانك اللهم انت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم انت المرتجى، والى علاك سما الجبين الساجد. امسيت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. سل الملوك النازلين بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ وانا المسيء وقد اتيتك سيدي، تعفو وتصفح للعبيد الجاني. يا من اذا وقف المسيء ببابه، ستر القبيح وجاد بالغفران. يا رب وفقني ان اعيش موحدا، ومهللا ادعوك بالقرآن. يا رب في حشري فكلي ناصرا، عند الصراط ومنصب الميزان. يا رب واوردنا لحوض المصطفى، نسقى هنيئا من يد العدنان. وصلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال، وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. يصلي الله رب العرش عشرة على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد. شفاء للقلوب لها ضياء، ونور مستمد من محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما، فبالأسحار صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، نور أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سقعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا. فبذكره يحلو الوجود فنرتقي، يا سعد من باسم الحبيب تزودا. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الايام، هتفت لك الارواح من اشواقها، وزينت بحديثك الاقلام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. من هنا من مجمع الرحمة بقرية الدق بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، نحييكم حيث جئنا هنا لتقام بينكم أمسية دينية تبثها إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يحضر معنا السادة نواب أعضاء مجلس الشعب، والسيد مفتش صحة شربين، والسيد مدير منطقة الدلتا بنك السييب. جئنا بدعوة كريمة من سيادة الأستاذ الدكتور إسلام شكري العشماوي، أستاذ الفيزياء بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة، ورئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم. فأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان
أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جاءت معنا كوكبة من قراء مصر ومن متحدثيها ومن مبتهليها. جاء معنا قارئا فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك، ومتحدثا فضيلة الدكتور طه زيادة، وكيل أول وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية. وجاء معنا مبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وأدام. جئنا هنا في هذا المكان كي نكرم أهل القرآن، وإذا كانت الأرض تكرم أهل القرآن فإن رب السماء تبارك وتعالى يكرمهم. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. خير مستفتح دائما القرآن الكريم. فيا قارئ القرآن ما أحلاك، تلك المعاني عطرت دنياك. من يا ترى قرأ الكتاب مجودا يشدو كطير قد أتى حياك؟ فالحمد للرحمن أول سورة، سبعا مثاني لا نظير لذاك. والتاج يزهو إن رأيت جماله، من يا ترى حاز الوقار سواك؟ يا قارئ القرآن تلك منازل من صنع رب العرش من مولاك، جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه والله جل جلاله زكاك. فالحمد لله الذي جعل القرآن نورا، فإذا الناس محجوب وسامع. إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. نستهل أمسيتنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك. نزل كورا شوية كده. لا مش دي. بسم الله توكل. توقفين كده حاجبين ال مش عارف حاسس مين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة Oh.
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. مصدقا لما بين يديه. خبير بصير. الله على الحبيب صلى عليه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي
الحزن إن ربنا لغفور شكور صلى الحبيب إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب عليك يا سيدنا عليك يا مولانا شكرا استر الله الله يا سيد عليك يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت ما فيها وتخلت عليك يا مولانا الله يا مولانا عليك يا مولانا الله أكبر إذا السماء انشقت الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت كتير يا مولانا الحلوين كتير يا رحمة الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف
أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وعلي دين لكم دينكم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت يدخلون في دين الله أفواجا الله أكبر إذا جاء نصر الله والفتح الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. هذا كلام الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الأخلاق. هذا كتاب الله نور ساطع متلألئ كالكوكب البراق. هذا كتاب الله مصدر عزنا. تفضل تفضل. وبه سنشرق أروع الإشراق. هو نهجنا وفلاحنا وملاذنا وسعادة العشاق. هو للمريض علاجه وشفاؤه، هو رقية للمشتكي والراقي. كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استبانا. نظام الدين والدنيا معا، وماذا يكون الناس إن فقدوا النظام؟ وما نفع الحياة لكل حي إذا ما أصبحت داء عقاما؟ كفى بكتابكم يا قوم طبا لمن يشكو من الأمم السقاما. كتاب يملأ الدنيا حياة وينشر في جوانبها السلامة.
اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا بالقرآن الظلل، وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالقرآن عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين. شفع اللهم فينا القرآن، وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. تلاوة قرآنية مباركة استهللنا بها هذه الأمسية الدينية، والتي ننقلها لحضراتكم من مجمع الرحمة بقرية الدق بمركز شربين بمحافظة الدقهلية. وقد جئنا بدعوة كريمة من السيد الأستاذ الدكتور إسلام شكري العشماوي. طالما أهل القرآن في مصر فإن مصر لن تضام أبدا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهنيئا لكم يا أهل مصر، فأنتم أهل الله في الأرض، وأنتم حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. إذن مصر محفوظة بحفظ الله. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إذن أمن مصر مرتبط بأمن مكة المكرمة. أمن مصر مرتبط بأمن مكة المكرمة. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأمن والأمان، وأن يحافظ على قيادتنا، وأن يجعلها دائما في رقي هذا البلد وفي تقدم هذا البلد، جاهدة ساعية خالصة أعمالها لله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يحفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين وفساد المفسدين. لازلنا هنا في هذا المجمع الطيب، مجمع الرحمة، نتدارس معا كتاب الله تبارك وتعالى. استمعنا إلى كتاب الله، ولا بد أن نتدارس كلام الله تبارك وتعالى من خلال هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور طه زيادة، وكيل أول وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحياكم الله وحيا الله جمعكم هذا في ضيافة الله عز وجل، وشكر الله لمن أقام هذا المحفل الطيب المبارك، حياه الله. وحيا الله قارئنا الكريم الذي تلا علينا قول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. آيات قرأها القارئ الكريم ترتبط بسبب هذا الجمع الذي اجتمع هنا في بيت الله عز وجل
لتكريم حفظة كتاب الله عز وجل والذين حياهم الله تعالى في كتابه الكريم يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم الله أعمالهم ويزيدهم من فضله والله غفور شكور. الله سبحانه وتعالى بين أن كلامه وكتابه هذا يورثه لمن يشاء من عباده. اصطفى الله سبحانه وتعالى من خلقه من يحمل كلامه في صدره، وبين ذلك في قوله عندما قال اصطفينا من عبادنا، كما رتل القارئ الكريم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من الذين اصطفاهم الله عز وجل؟ هؤلاء الذين أخبر عنهم في تذييل الآيات: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. عندما قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لنعلم بداية أن الكتاب هذا هو القرآن الكريم، كلام الله المنزل على حبيبه المصطفى والمتعبد بتلاوته إلى يوم الدين، الذي من قرأه أجر له بكل حرف، كما أخبر السيد الجليل المصطفى: له بكل حرف 10 حسنات، ليس بكل كلمة، وإنما لك بكل حرف تقرأه في كلمة 10 حسنات. والله سبحانه وتعالى يجعل البيت الذي يقرأ فيه القرآن الكريم يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، ويصطفي من خلقه من يحمل كلام الله، كما استمعنا أيضا إلى القارئ الذي اصطفاه الله ليحمل كتابه، كما اصطفى غيره من أرض الكنانة مصر لحمل كتابه وقراءته، وكما أوصى المصطفى: زينوا القرآن بأصواتكم، فكان كما أراد الله سبحانه وتعالى له أن يكون، وكما أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك حامل القرآن كما أخبر المقدم الآن لنا، حامل القرآن يأتي يوم القيامة والقرآن يقول القرآن: يا رب حله، فيلبس قارئ القرآن حلة الكرامة. يقول القرآن: يا رب زده، فيلبس قارئ القرآن تاج الكرامة. يقول القرآن: يا رب ارضى عنه، فيرضى الله عنه، ويقول لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كان أحد الحفاظ كان يحفظ الأولاد دون أجر، لكن الطفل الذي كان يحفظ القرآن حفظا جيدا وينتهي منه كان في النهاية
من هدية لسيده. فجلس الطفل حزينا مفكرا مهموما، واذ به تأخذه سنة من النوم رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفاق الطفل من نومه، قام فرحا مستبشرا إلى سيده ومحفظه، يقول له: يا سيدي، رسول الله يقول لك أعطني إجازة القرآن بأمارة زمرا زمرا زمرا. فوقع سيده على الأرض مغشيا عليه، ولما استيقظ وأفاق سئل: ماذا حدث يا سيدنا؟ قال: والله لقد كنت أقرأ قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولما قرأت هذه الآية سألت نفسي وأخذت أفكر: أأنا ممن هم من قال الله فيهم فمنهم ظالم لنفسه، أم أنا ممن قال الله فيهم ومنهم مقتصد، أم أنا ممن قال الله فيهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله؟ من أي الأصناف أنا؟ وإذ بي تأخذني سنة من النوم رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: قم يا قارئ القرآن واقرأ كما كنت تقرأ فإن أهل القرآن يدخلون الجنة زمرا زمرا زمرا، أي جماعات جماعات جماعات. ومن هنا نظر المحفظ إلى الطالب النجيب وقال له: صل أيها الطالب على من علمك. وهكذا أيها الإخوة، إن لله من أهله من خلقه أهلون، إن لله من خلقه أهلون، هكذا قال سيدنا ومولانا من تنزل عليه القرآن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال المصطفى: إن لله من خلقه أهلون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل الله وخاصته، هم أهل القرآن الذين يحملون كتاب الله. أين نحن منهم اليوم؟ أنقرأ القرآن؟ أنجعل بيوتنا مضاءة بكتاب الله عز وجل نقرأه بأنفسنا، أو نستمع إليه بأنفسنا سماعا فيه خشوع فيه تدبر فيه تعقل لآيات الله عز وجل وهي تتلى علينا؟ هذا هو الواجب. كان عبد الله بن مسعود يعشق القرآن الكريم، ولما تنزل على المصطفى كان عبد الله ممن قرأ على رسول الله القرآن. حين قال له المصطفى: اقرأ علي القرآن، قال ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك القرآن أنزل يا رسول الله؟ قال له: بلى، اقرأ علي فإنني أحب أن أسمعه من غيري.
وأخذ عبد الله يقرأ على رسول الله من سورة النساء إلى أن وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي بك أنت يا محمد على هؤلاء شهيدا؟ طرفت عيني رسول الله بالدمع وقال له: أمسك عليك لسانك يا ابن مسعود. لما علم المصطفى أنه المفضل من الله عز وجل وأنه سيأتي بأمته شهداء على الخلق جميعا، فضل من الله وتكرم من الله على أمة القرآن وعلى أمة نبينا المصطفى عليه السلام. القرآن اجعله صائما لك من كل شر، اجعل القرآن حافظا لك، حصن نفسك بآيات القرآن الكريم، واجعل القرآن كما أخبر الحق شفاء لك من كل الأمراض، فاقرأه وهو دستور الله في أرض الله وهو منهج الله في أرضه. هذا هو القرآن دستورك الأسمى المنير المشرق، آياته نبع العلوم جميعها، من قال لا فهو الغبي الأخرق. علم الطبيعة والحياة وحكم الإيجاد من تبيانه تتدفق فيه القضاء لحل كل قضية، عن حلها أهل الأرض أخفق. يا قوم أحمد مجدكم قرآنكم فهو الكتاب العالمي الأصدق. يحفظ الإنسان من الزلل، يحفظ اللغة العربية عند كل إنسان يتمكن من القراءة بها أو يتحدث بها. قل للبلاغة أنصتي لبياني، لا قول بعد القرآن. ما الفكر ما الفصحى وما أربابها عبر الدنا وعلى مدى الأزمان. ما الإنس كل الإنس، ما الكون كل الكون من إنس ومن جن، إذا اجتمعوا هنا في آن إنهم لن يستطيعوا أن يصيبوا آيا كآي الذكر والتبيان، كآي الذكر والتبيان. لا سقف في طول الحياة، أي لا كتاب في طول الحياة وعرضها، إلا ونالته يد الطغيان إلا كتاب الله، فإنه مقدس يحمي حماه بارئ الأكوان. حفظوا أولادكم كتاب الله، واعلموا أن من حفظ ولده القرآن الكريم جاء يوم القيامة وعليه تاج وقار، أقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. يأتي القرآن ونحن في عرصات القيامة جميعا بين يدي من قال أنا الله ينادي الحق: أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا رب من ذا الذي ينبغي له أن يكون لك جارا يا رب؟ يقول الحق: أين قراء القرآن الكريم وعمار المساجد؟ أسأل الله أن يجعلنا منهم بإذنه تعالى، كما أسأله سبحانه أن يحفظ مصر وشعبها. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وألف بين قلوب أبنائها، واجعلها دائما كما جعلت البيت الحرام أمنا أمانا. تجعل مصر يا ربنا أيضا كما وعدت، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين كما ذكر الأخ الفاضل، كما أشرقتها مع البيت الحرام في صفة الأمن والأمان. فقلت: ومن دخله، أي البيت الحرام، ومن دخله كان آمنا. وقلت في شأن مصر: دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فاحفظها واجعلها في رعاياتك وأمنك وأمانك يا رب العالمين. كل عام أنتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.